بسم الله الرحمن الرحيم، ننتقل الآن إلى الجزء الثالث من المحاضرة الثانية. Step 2 Obtain Background Information. Background Information الآن نتكلم نقصد فيها هي ما يتعلق بالمريض أو بالسؤال المسؤول. أولا هذه تعتبر أكثر وأصعب وأكثر خطوة دقيقة وحرجة في جمع المعلومات. The background information must be sufficiently comprehensive. يجب أن تكون شاملة بشكل كافي. Both requester and researcher must have a clear understanding of the ultimate question. السائل و الشخص الذي يعمل في مركز المعلومات أو الصيدلاني أو الباحث يجب أن يكون لهم إلمام كامل بالسؤال أو بطبيعة السؤال النهائي. طبعا what do you mean إنه بالباك جراوند انفورميشن لازم تكون sufficiently comprehensive، يعني شاملة لكل المعلومات اللي يحتاج نعرفها عن المريض، عن وضعه، عن صحته، عن الأدوية اللي ياخذها، عن الأعشاب الأخرى، عن الهيستوري السابق حقه، كل هذه محتاج نعرفها. appropriate for the circumstances، المعلومة اللي يعطيني إياها لازم تكون متناسبة مع الوضع اللي مسؤولة أنا عنه. تخيل أنا عندي مريض مصاب بمرض السكر وأنت قاعد تسألني عن أدوية دقيقة أحتاج أعرفها بدقة لحالته كمريض سكر، وما تحدث لي عن مرض السكر، قاعد تتكلم لي عن إصابته مثلا بالبروستاتا. طب أنا أبغى المعلومات اللي تتعلق بمرض السكر، فلازم تكون المعلومات اللي أحصلها تفيدني في الإجابة على السؤال. General question obtained for patient specific or academic request. طبعا ممكن نحصل general questions عادة لما يكون for specific patients، يعني الأسئلة اللي نحصل لها لل specific patients قد تختلف عن الأسئلة اللي نحصل عليها for academic request. for example لما يكون عندي patient محدد حسأل بتفصيل دقيق جدا حول حالة هذا ال patient، طوله، عرضه، وزنه، حالته الصحية، وظيفة الكلى عنده، وظيفة الكبد، كل هذا. أما لما يكون شيء أكاديمي أو شيء تعليمي فبتكون دائما المعلومات جنرال وما في شخص محدد أسأل حوله. Other background question should be specific for the nature of the request. أحيانا تحصل طبيعة معينة من الريكوستات أو من الطلبات تحتاج انك تجمع باك جراوند انفورميشن ديفرنت عن اللي نجمعها عادة كاز جنرال. يعني احيانا يجيك مثلا مريض دخل في ازمة، مثلا مثل بعض الحالات اللي تجينا المرضى اللي يصير عندهم ريسبونس مختلف للادوية بسبب انهم تعرضوا لسترس نفسي قوي جدا. These things you have to consider، تسأل عنه عليه من ناحية غير الناحية المرضية، هل هو متعرض ل ستريس مثلا اجتماعي، هل عنده ضغوطات معينة. هذه الأشياء قد تساهم في الإجابة على بعض الأسئلة. أذكر حالة كانت جتنا بيشنت مريض وارفارين هيز نوت ريسبوندينج للوارفارين، وكان غريب جدا نعطيه الوارفارين بهاي دوزز وذير از نو جود اي ان ار ليفل. لما قعدنا نبحث لقينا انه هذا المريض داخل في سوق الأسهم وخسران كمية كبيرة من أمواله وداخل في ستريس شديد جدا، ولقينا فعلا ارتكل بيتكلم على الافكت اوف ستريس على الاي ان ار بالنسبه للبيشنتس اللي ياخذوا الوارفارين. البوينتس يو هاف تو كونسيدر وايل كولكتينج باك جراوند انفورميشن، لما تيجي تجمع باك جراوند انفورميشن استخدم طريقه الديالوج افضل، لا تستخدم طريقه اليس والنو، لان اليس والنو ما حتعطيك دائما المعلومات اللي انت تحتاجها. خليني اقول لكم اكزامبل. انا اتصل فيزيشن مثل ما قلنا سابقا وقال هل هذا الدواء موجود، لو قلت له لا ما هو موجود سكرت الخط انتهى الموضوع كذا ما استفدت. لكن اقول له لا دكتور ما هو موجود، بس عفوا انت ليش تبغاه؟ قال مثل ما قلنا ابغاه للديزيز الفلاني. اقول له بس this drug is not effective في الديزيز الفلاني. يقول لي اوه ريلي، طب وات از ذا اذر الترناتيف ميديكيشن؟ حقول على الالترناتيف ميديكيشن وحنطلع له اياه. بعد كذا قال لما اقول له الالترناتيف ميديكيشن لازم اقول له انه هذا الالترناتيف ميديكيشن هل هو موجود ولا ما هو موجود. طب اذا موجود ايش المحاذير اللي لازم يتبعها المريض لما ياخذها، ايش الجرعه، ايش الدراج انتر اكشن، كل هذه الاشياء. فانا اختلف الجواب من الطريقه الاولى اللي قلت فيها نو بسكر الخط الى
شرح مفصل للعلاج أو الخطة العلاجية اللي تنعطى المريض. بعد كذا ask which resources were used to avoid duplication. مثلا اتصل فيك أحد من الأطباء يسأل على خطة علاجية محددة لمرض معين لمريض عنده، وقال لك والله دورت دورت ما لقيت. إذا كان هذا الشخص من الناس اللي أنت تعرفهم إنه he is capable of doing good researching skills، فاسأله أنت إيش دورت، وين دورت، عشان ما ترجع تعيد نفس الشغل، وعشان تعرف وين البيس لاين اللي أنت تبدأ عنده بدل ما تضيع الوقت، خصوصا لما تكون very urgent questions. Responder may need to double check the used resources to verify the information. أحيانا إذا قال لك دكتور والله أنا دورت في المكان الفلان الفلاني، وأنت ما تعرف هذا الدكتور، أو عندك يعني شك إنه احتمال ما دور بطريقة efficient، فأنت قد تحتاج إنك تبحث في نفس مصادر المعلومات عشان تتأكد من المعلومة، أو تتأكد من مصداقية المعلومة، أو فهمه للمعلومة هذه. أحيانا يكون فعلا لقي المعلومة في مكان لكن فهمها بطريقة غير أنت لما تفهمها. When dealing with the intermediaries مثل إيش؟ يعني أنا الحين كلمتني نيرس وقالت لي hello drug information center. I said yes. She said I have my doctor, he's busy doing a minor surgery but he's asking كذا وكذا وكذا. فهي ما هي عارفة تفهمني إيش المعلومة اللي يبغاها الطبيب. In this case I prefer to talk to the physician himself. Work with them and educate them about information needed and why it's needed, or bypass them and interact with the end user directly. هذا يقول إنه أنت مثلاً لما تكون كطبيب تبغى تسأل، يا ما تعلم من الشخص اللي هو واسطة مثل النيرس هذه أو المترجم أو وات إيفر اللي موجود عندك، وعلمه كيف بالضبط يدو ديسيمينيت الانفورميشن، عن جيب لك المعلومة مظبوط، أو اتركه هو وتكلم مباشرة مع الإند يوزر اللي هو الطبيب أو السائل. في شيء مهم حول الباك جراوند انفورميشن، دائما ان حط في بالك ان الباك جراوند انفورميشن تساعد على فهم السؤال. مثل ما قلنا يعني انت لما تجمع معلومات اكثر عن الشخص المسؤول عنه هذا يساعدك في فهم السؤال. يعني كثير يجينا مثلا يا اخي غريب عندي مريض قاعد اعطيه علاج للكف هذه اللي عنده وما هي تروح، اعطيته مثلا كفصيد، اعطيته بنيلين، اعطيته اكزلين، ما هي راضيه تروح، مع انه غير مدخن ومتعب جدا. مهم جدا اجمع المعلومات واقول هل هو مريض ضغط، هل ياخذ ايس انهيبيترز، احتمال انه من الايس انهيبيترز اللي ياخذها عنده هذا الكف. لما اجمع المعلومات اعرف how to answer rather than giving him anti-cuff medications, just stop the medication اللي هو اساس الادفيرس افكت هذا. The question may not be stated accurately or the requester may not know how to ask the question. لما تجمع الباك جراوند انفورميشن يساعدك في حل معضلة انه السائل ما عرف يذكر لك السؤال بطريقة صحيحة، او ما هو فاهم كيف يقول لك السؤال، فانت محتاج تسأل وتسأل وتسأل لغاية ما توصل للب السؤال اللي هو يبغى يسأله. خلينا نقول مثال. هنا جاني السؤال what is the adult dose of amoxicillin. Okay. طبعا النورمال دوز احنا عارفين 500 ملي جرامز افري 8 اورز، لكن في انذر دوز وادل دوز اللي هي 2 جرامز سنجل دوز 1 اور بريور تو دنتال بروسيجر فور بكتيريا اندوكاردايتس بروفيلاكسس. الناس اللي عندهم اندوكاردايتس لما يجي يبغى يخلع سن نعطيهم 2 جرامز سنجل دوز، وهذه تعتبر ادل دوز. فكده سؤاله ما هو واضح، فما اعرف اي شيء اللي اجاوبه. فذاتس واي نحتاج انه احنا ناخذ معلومات اكثر عشان نعرف نحدد هل هو يبغى لخلع الاسنان او هل هو يبغى فور نورمال انفكشن. General question for obtaining background information. The resources that the requester already consulted. هذا مثل ما ذكرنا انه محتاج نعرف ايش المصادر المعلومات اللي already بحث فيها السائل. ومفروض نعرف هل السؤال اللي واصل يتعلق بمريض محدد او هو سؤال تعليمي. مثل ما قلنا يتعلق بمريض فله الأولوية ولازم نسأل أشياء دقيقة تخص المريض. بعدين نسأل إيش هو التشخيص حق المريض هذا، إيش الأدوية الأخرى اللي ياخذها، إيش معلومات ذات صلة صحية قد تفيدني. هذه الأشياء اللي نحتاج أعرفها. بعدين مهم جدا قبل ما أسكر أقول له how urgent you need a request. أحيانا ممكن يقول لك طبعا إذا قال لك I have a patient bleeding في الـ ICU ما يحتاج أسأله how urgent، واضح how urgent.
لكن لو قالك لا معلش خذ راحتك، هذا المريض اللي عندي بيروح للمختبر بيرجع. طيب خلينا نقول مثال ثاني، إذا جاني أنا مثلا طبيب سألني قال لي أنا عندي محاضرة بعد 5 دقائق وأحتاج بهذه المعلومة، واتصل فيه طبيب ثاني وقال لي عندي مريض أحتاج أعرف له هذه المعلومة لكنه خذ وقتك، هو بيروح المختبر يرجع، مين اللي أجاوب عليه أول؟ طبعا أجاوب للي عنده مريض، لنفرض هذا بطل يروح المختبر ورجع في هذه الدقيقة، فهو له الأحقية إنه ياخذ الإجابة. طبعا احيانا لو اقول للطبيب هاو ارجنت يو نيد الانسر، يقول لك ابغاه مثلا خلال نص ساعه، اقعد ادور ادور الاقي انه السؤال يبغى ياخذ معي وقت اكثر، لازم ارجع للطبيب اقول له دكتور معلش السؤال هياخذ معي وقت اكثر لانه المعلومات اللي عندي غير كافيه، بطلب من مكان فلاني، لازم افهمه اني مهتم واني ابحث، مو اقعد ابحث بدون ما اخبره، فتروح النص ساعه يقول لك هذا اهملني وما رجع يرد علي وممكن ياثر على مصداقيتي، فلازم اقول. طبعا احيانا يقول لك انه I need this question very urgent، اقول له دكتور معلش بس هذه مصادر المعلومات غير متوفرة، انا محتاج اني اطلبها، فهعطيك المعلومة within 15 minutes within 20 minutes within try to tell him and to keep him informed about the time frame. حاول تسأل انه او تعرف هو الطبيب يبغى يسأل على prescription medication ولا OTC medications. لما يقول لك هذا الدواء what does this mean، يعني مثلا قال لك انه مريض يقرأ ودور دور في الصيدليات وما لقى الدواء الفلاني، يا اخي مقطوع في السوق، تقول معلش دكتور هذا prescription medication ما حيلاقيه الا لما يكون معه stamped prescription، او اذا كان OTC medication فهي can find it easily، وتفهموا هذا ليش انه لازم يكون prescription وهذا why it is available that easy. طبعا لما يجيك سؤال حول الـ availability or identification questions، availability يعني يقولك هل هذا الدواء موجود، أو يقولك لقينا حبة دواء مطبوع عليها الحرف الفلاني أو الرقم الفلاني، إيش هو هذا الدواء؟ فلما يسألك على هذا النوع من الأسئلة محتاج إنك تعرف إيش الـ trade name، خصوصا لما يقولك هل هذا الدواء موجود يقول إيش trade، إيش الجينريك أو الكيميكال نيم، إيش therapeutic uses، لما يقولك والله عندي حبة دواء جابها مريض مطبوع عليها رقم 40، قول له معلش لها ايش هذا يستخدم عشان اعرف وين ادور، في الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن، في الدايبيتيك ميديكيشن، ولا وات ايفر. يعني احيانا يقول لك والله انا مريض يقول لي انه الدواء حقه اسمه كومبور، فتقول دور دكتور ار يو شور انه هذا كوركت سبيلينج، احتمال انه مكتوب كونكور وهو ما عارف يقراها، هذا اشياء يو نيد تو تشيك ات وذ ذا فيزيشن. طبعا احيانا يكون عندك جاك سؤال از دراج دراج انتر اكشن، فمحتاج تسأل إنه هو إيش الدواء اللي هو concerned about وخايف من تفاعلات معه، duration والtime course اللي هياخذه، إيش ال respective doses، هذه الأشياء محتاج تعرفها لأنه في بعض المديكيشن بدوز معينة يصير drug interaction وبدوزز ثانية ما يصير. the duration مثلا suppose إنه أنا والله قاعدة آخذ contraceptive medications وفجأة صار عندي infection واحتجت إني آخذ amoxicillin، فلازم أن notify البيشنت إنه الأموكسيسيلين مع الدراج مع الكونتراسيبتيف في دراج دراج انتراكشن بيضعف شغل عمل الكونتراسيبتيف، فمحتاج طول فترة الأنتيبيوتيك اللي أنت بتاخذه تاخذي دبل دوز أوف كونتراسيبتيف أند سو أون. لما يكون سؤال يتعلق بالتوكسيسيتي والأدفيرس دراج رياكشن نسأل ديتيلز عن الحدث، إيش اللي صار فيه، إيش الأعراض اللي صارت أو اللي حصلت، قديش خطورتها، كيف تم ابتلاع الدواء أو كيف تم إعطائه، إيش التدابير اللي تم اتخاذها إلى الآن، عشان نعرف نقيم الحدث ونكمل طريقة العلاج. بعد ذلك عندنا الخطوة الثالثة اللي هو تحديد وتصنيف السؤال النهائي. لما جمعنا كل الباك جراوند انفورميشن هذه اللي ذكرناها سابقا، نقدر نحدد ايش هو السؤال النهائي، ليش؟ عشان نعرف هل فعلا احنا حصلنا على جميع المعلومات الخلفية المهمة والكافية لبداية البحث عشان نبدأ نبحث، وبالضبط عشان نقدر نحدد ايش الإجابة المطلوبة لسؤال هذا الشخص السائل. نلاقي كثير جدا حوالي 85% من الأسئلة النهائية تختلف عن السؤال اللي بدأنا في استقباله، يعني نلاقي بعض الأطباء يبدأ بسؤال وننتهي
انه لازم نبحث عن سؤال اخر لما نناقش الطبيب ونجمع الباك جراوند انفورميشن والديتيلد انفورميشن، لقي انه هو قصده شيء ثاني غير اللي بدأ السؤال فيه، وهذا حيريح. تخيل انا بدأت في الاول ابحث وابحث وابحث، بعدين اكتشفت اني ابغى شيء ثاني. من البداية احدد ايش يبغى عشان ابحث صح. اوكي، عشان كذا نلاقي دائما انه السؤال او الاجابة النهائية اللي حتقدمها انت للطبيب بعد ما اتفقت على لب السؤال تختلف عن السؤال اللي كان سأله في البداية. تتذكروا لما قلنا لما قال what's the availability او is this medication available، قلنا له no سكرنا. لكن لما هذا لو ما تابعنا الاسئله، لكن لما قعدنا سالنا ليش تبغاه، قال ابغى للديزيز الفلاني، وقلنا this not drug of choice، فلقينا اجابه حقتنا تختلف عن النوع الاولانيه، صار عندنا اجابه مختلفه تماما. The ultimate question may be the same as the original specifically especially if not patient specific. معظم الاوضاع نلاقي فيها انه ممكن يكون السؤال هو نفسه السؤال بعد ما تناقش الطبيب، خصوصا اذا ما كان في مريض. اذا كان شيء اكاديمي شيء تعليمي ممكن يكون نفس السؤال، يعني مو دائما يطلع السؤال الاساسي مختلف عن السؤال بعد ما تناقش الطبيب. ومهم جدا مثل ما قلنا to confirm the ultimate question، تأكد على الطبيب انه فعلا هل هذا هو السؤال اللي تبغاه عشان اعرف ارد عليك. قبل ما ابدا اصنف السؤال وابحث وكل شيء لازم احدد مع الطبيب واتفق انا وياه انه هذا هو السؤال اللي يبغاه. ودائما لازم نحط في بالنا ونتذكر انه المعلومة اللي الشخص يطلبها ما هي مو دائما هي المعلومة اللي فعلا هو يحتاجها. احيانا هو يطلب شيء ويكون قصده شيء ثاني، فهذه دائما حطها في بالك. مثال، حنقول مثال لطيف على الانيشال كويستشن. ما يقولك what is the dose of levofloxacin for a child، كذا جانا ما هي جرعة levofloxacin for a child، لكن شوف الباك جراوند انفورميشن ايش تقول. عندنا طفل عمره 8 سنوات مصاب بأوتيتس ميديا ولم يستجيب للستاندرد دوز، لما استجاب العلاج الستاندرد اللي هو أموكسيسيلين اللي اعطينا اياه. وزنه هذا 30 جرام، وما عنده مشاكل صحية أخرى نقولها، ما عنده أليرجي، والأورجانيزم اللي عنده ريزيستنت ستريب نيمونيا، هو عنده ستريبتوكوكس نيمونيا مايكرو أورجانيزم من نوع الريزيستنت اللي يقاوم المضادات الحيوية. فهو قال إيش لو نرجع هنا، قال إيش الدوز اوف ليفوفلوكساسين ليفوفلوكساسين. هنا حنقول What are the recommended second line agent for treating otitis media in pediatric patient who failed standard dose of amoxicillin. شفت السؤال كيف تغير؟ كان السؤال أولا What is the dose of levofloxacin for a child. هنا صار السؤال إيش هو ال recommended second line agent، إيش هو الخط الثاني العلاجي اللي نستخدمه للمرضى اللي مصابين بوتيتس ميديا من الأطفال والذين لم يستجيبوا له العلاج المعياري اللي هو الأموكسيسيلين. فاختلف السؤال من السؤال الأول اللي احنا استقبلناه. طيب هنا examples of question classification or categorization. إن عادة يجينا أسئلة تتعلق بـ adverse drug reaction contraindication، فهذه يعني من الـ examples كيف أنت تعمل classification. مثلا ما يقولك عندي مريض أخذ كوتريموكسيسول وصار عنده اصفرار في عينيه، فهذا اكيد adverse drug reaction. انا والله دقيت على الصيدليه وطلبت انهم يعطوني جالفاس، فقالوا لي انه ما هو موجود وانه حيجي بعد 3 ايام، والان صار 5 ايام، هل هو موجود ولا لا؟ This is under availability. لما يقول what is the dose of something that's under dose، لما يقول لك is this drug compatible with this drug in biggie bag، هذا compatibility. Is this drug stable after opening it with 24 hours of stability? Drug interaction, drug therapy and etc. الكاتيجوريزيشن او اعادة التصنيف او التصنيف مهمة في ايش؟ انه اعرف كيف احدد استراتيجية البحث حقي، initial development of strategy of search strategy, the determination of resources، احدد ايش المصادر اللي لازم ابحث فيها، والستاف تريننج تو بي مينتيند. ولما يعني احدد بالضبط تصنيف السؤال حقي، انا اعرف كيف ادرب الموظفين الموجودين عندي بالبحث
عن هذا السؤال. يعني أنا مثلا عندي موظف جاء عندي في دراج فورميشن ولقط السؤال من الطبيب زي ما سأله خلاص، وبدأ يبحث في الأفيلابيليتي، بينما احنا مثل ما قلنا السؤال هو عبارة عن ثيرابيوتيك. فحرجع أنا أعيد التريننج حق الستاف هذا وأقول له لا، أنت يو نيد تو نيجوشيت وذ ذا فيزيشن أجين أند أجين تو ريتش ذا ريال كويستشن عشان تعرف تبحث كويس، لأنه أنت يو ار يوزينج رونج سيرش استراتيجي أند رونج ريسورسز. لأنه الإجابة على هذا السؤال مو إنك تتصل في المستودعات تقول الدواء موجود ما هو موجود، الإجابة على هذا السؤال إنك تغير الخطة العلاجية وتقول له إيش العلاج المناسب للحالة اللي هو يحتاجها. وأول ما أعرف أصنف سؤالي كويس تغير من availability صار therapeutic، هعرف أبحث كويس، هروح أدور في الكتب حقت therapeutics وأبحث بدل ما أتصل في المستودع وأعرف الدواء موجود ولا ما هو موجود.